السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم بناتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هناء من قناة عالم هناء للخرز وشغل الهاند ميد، فيها كل ما يخص الخرز، فيها اللهم بارك 44 ورشة للشنطة بأمر الله. احنا النهاردة هنعمل الجزء الثاني بتاع الشنطة بتاعتنا. الشنطة دي بيد مستطيلة، الشنطة بيد مستطيلة. كنا وصلنا لغاية قفلنا الأجناب وحطينا القطع المعدنية بتاعتنا وكل حاجة، هنعمل بقى اليد. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. نقطع بقى قطعة خيط كبيرة، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبتدي الورشة بتاعتنا. بصوا يا بنات، احنا هنشتغل على الأربع خرزات دول اللي احنا قفلنا بيهم الأجناب، تمام؟ وسطني الخيط بتاعك وهحط ثلاث خرزات في طرف واربط. تمام. وبعدين هدخل في عليها الدور. انا بشتغل على الاربع خرزات. طب يا طنط هناء، ما احنا عملنا الحتة دي على الاربع خرزات كذا مرة. اصبري بس عليا يا قمر، مش هي يد جديدة بامر الله. خش على عليها الدور الثالثة. تمام، هنخش في الرابعة. الرابعة دي آخر واحدة. هدخل فيها وبعدين أطلع في اللي في الجنب عشان أطلع على سطر جديد. تمام، وهربط. تمام، كده طلعنا على سطر جديد. كده هطلع بقى على سطر جديد، نفس الحكاية، هحط تلاتة اللي وراها، هحط اتنين وبعدين اتنين والاخرانية هدخل فيها واطلع في الجنب واحط واحد. طيب انا هكملهم اربعة وارجع اقول لكم هنعمل ايه. تمام، انا كده كملت اربع غرز فوق بعض. تمام، هشتغل الغرزة الخامسة عادي برضو، اشتغلها مع بعض.
ثلاث خرزات، هدخل في اللي جنبها واحط اتنين. كملي السطر الخامس عادي، بعدين هقولك هنعمل ايه. اهو اتنين، هدخل في اللي جنبيها، احط اتنين برضو، بناتي يا ريت ما تنسونيش باللايك وتعليق حلو منكم، حطوا ايديكم على اللايك قبل ما تنسوا، انا عارفه ان انتم ما بتقصدوش ان انتم ما تحطوش لايك، بس يعني حطي دلوقتي، اديني فكرتك اهو، حطي ايدك على اللايك ويلا بينا نكمل الورشه، وتعليق حلو كده منك، اللي ما اشتركش في القناه اشترك يا بنات وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد بامر الله. ادي تالت غرزه، الاخرانيه بقى هدخل فيها كده واطلع الخرزه اللي فوق واحط خرزه. تمام تمام طيب انا عايزه اعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا كده طلعت خمس سطور، هما دول اللي انا عايزاهم في الجنب، عايزه خمس سطور. تمام طب يا طنط هنا هنكمل، هنعمل ايه؟ هنكمل يا قمر، انا عايزه اشتغل كده صف كده بالطول، صف من هنا كده بالطول، فاهميني ازاي؟ يعني انا عايزه اوصل لانهي غرزه؟ انا عايزه اوصل للغرزه اللي من جوه دي، اللي من هنا، اللي جوه هنا، لفي بالخيط عادي لغايه ما توصلي لها، يعني دي اهي دخلت اهي كده انا وصلت لها، عايزه بقى اوصل. انا دخلت ايه؟ الحته دي ما بانتش في الفيديو، الخيط واقف هنا اهو على الخرزه اللي هنا اللي من بره دي، دخليه هنا في الغرزه اللي جنبيها. انا عايزه اوصل للاربع خرزات دول اللي جوه، اللي في داخل الشنطه، اللي ناحيه فتحه الشنطه دول. تمام لفي بقى بالخيط التاني كده اهو اهو، وندخل في الخرزة اللي احنا عايزين كده، بقوا طرفين الخيط عندي من الغرزة اللي انا عايزاها، من الغرزة اللي انا عايزاها. هشتغل برضو داير ما يدور بس على جوه، هحط ثلاث خرزات اهي نايمه جوه اهي، شايفين ازاي؟ وبعدين هدخل في الخرزه اللي تحت اهي اللي عليها الدور دي، اهي بنات شايفينها، بشتغل على الاربعه اللي من جوه. بقى معايا خرزتين هحط عليهم اتنين، اهو تمام. بعدين الخرزة اللي بالعرض اللي من جوه التالتة، انا بلف كده بايديا علشان اوريكم بس عشان الفيديو يبقى ظاهر اهي، الاربعه اللي ناحيه فتحه الشنطه من جوه. هحط اتنين
تلاتة، فاضل لي واحدة اللي هي في الجنب من هنا، هطلع فيها كده اهي، وبعدين هدخل في الخرزة دي. هما تلاتة اهو، شايفينهم تلاتة دول كده، حط عليهم واحدة تبقى الرابعة. طبعا متني شغلك عشان الايد تبقى ناشفة حلوة، متبقاش طرية. واحط خرز واربطه، يبقى انا كده دخلت عملت اليد بتاعتي بالعرض من هنا. سهلة. طب انا هغير الخيط علشان ايه اللي فوق ده هو اللي ايه اللي طويل. نبتدي غرزة جديدة، نحط تلاتة اهو، اشتغل بقى كده، اشتغلها كده. العدد ايه؟ عرض الشنطة بتاعك، وبتحسبي من اول غرزة من هنا، تحسبي من الاولانية، يعني واحد اتنين دي التالتة. نعمل مع بعض كده ايه غرزة ولا اتنين ونكمل بقى. شوية تركات وحركات كده مع طنط هناء تغير شكل الشنطة ويبقى موديل جديد. مش اختراعات، الاشكال موجودة على الصفحات، ما بنخترعش حاجة. بس بنبص وبنشتغل بالخبرة، ان شاء الله تبقي احسن وامهر مني كمان. حط اتنين زي ما انتوا شايفين، ودي اخر واحدة اهي وصلت فوق اهي. هخش في اهو، انا واقفة في واحدة، هخش في الاتنين التانيين يبقوا تلاتة، احط عليهم واحدة. وهكذا هتشتغلي بقى على الاربع خرزات اللي من جوه دول، الاربعة دول هتشتغلي لغاية انا عايزة انفذ بقى نفس العرض بتاع الشنطة، عشان الشنطة تبقى مشدودة كده، شايفين اليد تبقى شدة الشنطة كده وتبقى مفرودة، بيبقى شكلها حلو. خلاص هكمل بقى ونرجع نشوف هنعمل ايه. معايا بنات كده احنا عملنا كم سطر بقى طنط هناء؟ بصوا حبايبي احنا عملنا 16 سطر، بتعملي عرض الشنطة بالظبط، لان هي بتبقى شدة الشنطة كده، اليد بتبقى كده شدة الشنطة. تعملي ازاي؟ فالطول بالعرض كده بيبقى هو عرض الشنطة اللي انت عاملاه بالغرزة الاولانية طبعا، يعني من الاول للاخر كده عايزة 16 غرزة زي عرض شنطتنا. تمام يا حبايبي؟ تعالوا بقى هنشتغل دلوقتي ايه الناحية التانية زي دي، نعمل زي دي هنا. هتشتغلي فين؟ هتشتغلي على الاربع خرزات اللي جوه دول، الاربع خرزات اللي جوه دول، والاولانية دي بتتحسب واحدة، واحنا عاملينهم كام؟ احنا عاملينهم خمسة، يبقى اول واحدة اهي تعتبر معمولة. نعمل بقى التانية على الاربع خرزات اللي جوه عشان يديكي الشكل المستطيل ده. هو واقف بقى لتحت كده زي ما احنا شايفين اهو، بشتغل على الاربع خرزات اللي جوه اللي وشهم للشنطة، دول اللي وشهم للشنطة.
موديل شكله حلو قوي، هو الاختلاف في اليد. معظم الشنط الرباعيه بيبقى الاختلاف في اليد في الغطا بتاع الشنطه، فبيديكي بقى موديل جديد. فاهماني ازاي؟ اللي وصلت معايا لغايه هنا، اوعي تكوني نسيتي اللايك يا قمر، حطي ايدك على اللايك وتعليق حلو منك. بسم الله. اهو تمام، ودي اخر غرزة هدخل فيها اهو. بسم الله. يا ريت برضو بنات تعملوا اشتراك للصفحة بتاعتنا على الفيسبوك، عالم هناء للخرز. هما صفحتين، صفحة عالم هناء للخرز وشغل الهاند ميد، وصفحة عالم هناء للخرز. هسيب لكم اللينكات بتاعتهم برضو في صندوق الوصف. اشتركي في، اعملي لي متابعة واعجاب للصفحة علشان برضو كل جديد بينزل عليها برضو، عشان حتى لو ما وصلكيش اشعار هيوصلك على الصفحة ان في الفيديو الفلاني نزل. فاهماني ازاي؟ تبقي متابعاني من كل النواحي. وفي على الانستجرام برضو في صفحة، هسيب لكم كله في صندوق الوصف بامر الله. كده احنا خلصنا الغرزة التانية، هنبتدي اهو في التالتة. عشان كمان لو عصي مني اي طلب او اي استفسار بتخشيلي على الخاص برضو عن طريق الصفحات بتاعتنا، وبتبعتيلي اللي انت عايزاه وبرد عليك عن طريق الصفحة. لكن طبعا عن طريق اليوتيوب ما بنعرفش نعمل الكلام ده كله. انت بتلفي طبعا بايديكي كده، بتسهلي على نفسك الشغل. ادي تالت سطر، برضو ده الاخراني اهو، وبحط واحدة. فاضل لنا بقى الرابعة، سطر اهو، حط برضو ثلاث خرزات في الاول. اتنين. وبعدين اتنين، بس انا بوريكو اهو. لفي بايدك كده الشغل واشتغلي براحتك. عندكم كده 44 موديل شنط على القناة، واللي بتشتغل فوانيس عندك فوانيس حصري على القناة بإذن الله. بإذن الله انا بحضر ورشتين حلوين فوانيس برضو حصري على القناة عندنا، يعني بأمر الله خلاص قربنا نخلص وحنزل. طبعا عشان الحاجة بتبقى حصري فانت بتعملي الفانوس مرة واتنين وتلاتة لغاية ما توصلي للشكل اللي بيرضيكي يعني. ان شاء الله يعجبكم. ده كده ايه اخر غرزة. والاكسسوارات بقى يا بنات، كنتوا طالبين العقد اللي هو
بينزل على الاكتاف. انا نزلتهم لكم على القناة، اللي ما شافتوش تشوفوا، هسيبه لكم في شاشة النهاية وفي صندوق الوصف. بقى كده انا خلصت الاربع سطور، فاضل لي السطر ايه الخامس اللي هو نهاية ده، انا عايزاهم خمسة بس. تمام، طب هنعمل ايه بقى؟ هنشبكها في الشنطة عشان يبقوا خمسة. هحط خرزة من بره واشوف الخرزة اللي قصاد الخرزة اللي انت وقفتي عليها، يعني انا واقفة على اللي جوه دي، يبقى انا هدخل في اللي زيها، في الاربع خرزات اللي في الشنطة اللي في الشنطة اللي في الجنب دول. تمام، هدخل في اللي زيها اهو، وهحط خرزة واربط، شبكهم بقى في بعض، مفيش اسهل من كده. طبعا لو انت مبتدئة اشتغلي في الكورس بتاع تعليم شغل الشنط، متبقيش مبتدئة وتبعتيلي موديل واقولك موجود على القناة، تدخلي على القناة تقوليلي لا ده مش معمول غرزة غرزة. مينفعش يا حبيبتي، انا مش هعمل موديل غرزة غرزة، ده كده انا هعملهولك على كام جزء، على 20 جزء؟ مينفعش، انت لازم الاول تتعلمي الغرز، عندك الكورس بتاع تعليم شغل الخرز، ادخلي الاول اتعلمي. خشي بقى في الخرزة اللي عليها الدور هنا وهنا، تخشي بقى ايه في الخرز اللي عليه الدور قصاد بعض، وبتحطي خرزة عادي بقى التشبيك بتاعنا. انا بحاول امتن فبعملها بعقدتين كده. خلصناها طبعا زي ما احنا عارفين، مش بنشتغل دايما اخر غرزة بتبقى مفتوحة كده، هي مش محتاجة خرز بس هي بتبقى ايه مفتوحة مننا كده، فاحنا بنعمل ايه بنلف فيها وبنربطها عشان تبقى ملمومة. بسم الله. بصوا مفتوحة ازاي، مينفعش تسيبيها، اي نعم هي مش محتاجة خرز بس هي محتاجة تتلم اهو. بتلفي في الاربع خرزات ونربطهم بقى ربطتين حلوين كده. كده خلاص اتضموا على بعض، هتدخلي بقى العقدة جوه الخرزة وتتوهي الخيط بتاعك، وبكده اليد بتاعتك خلصت. انا طبعا هطلع هتوه وهربط تاني، متربطيش مرة واحدة، اليد لازم تبقى جديدة. بصوا شكل اليد طبعا شكل جديد وتحفة، عشان يبقى عندك كل حاجة بأمر الله على القناة. أي موديل هينزل بأمر الله هنزلهولك على القناة بأمر الله. هتوه بقى الشغل بتاعي ده، الخيط بتاعي ده، واربطه تاني وتوهه وقصه ونرجع نكمل الشنطة، لسه ما خلصتش يا بنات. توهت الخيط بتاعي، وعايزة أقول لكم إن أنا مشيت في الشنطة في اليد كتير وربطت كذا مرة علشان أمتن اليد وتبقى منشية زي ما احنا شايفينها كده. تمام،
تعالوا بقى نعمل الغطا بتاع الشنطة. هتسيبي واحد اتنين واحد اتنين واشتغلي على التالتة، على تالت غرزة في الشنطة من فوق. تمام، غرز بقى رباعية. هنكمل. لغاية تالت غرزة في الناحية التانية برضو. معاك اول سطر وبعدين هقول لكم انا هعمل ايه. البنات اللي مضايقاها الكتابة اللي على الترجمة اللي على الفيديو، بصي يا حبيبتي انتي تشيلي الترجمة من عندك، مش انا اللي اشيلها، انتي اللي تشيليها. يعني الترجمة دي معمولة للدول العربية، وفي ناس بتتابعني بتقلب الترجمة دي للغة الانجليزية وفي اللغة الفرنسية. انا مينفعش انا اشيلها. يعني عندي حوالي 35% من المشاهدات بتجيلي من الترجمة. انتي شيليها، انتي مش محتاجاها عندك في الفيديو. اطلعي على المربع اللي فوق، وانا شرحتها كذا مرة في كذا فيديو، في مربع عندك فوق الفيديو كده، هوريها لكم بعد ما نخلص. هجيب موبايل نغم ووريها لكم تاني، مع اني وريها لكم في فيديوهات قبل كده، بس برضو كل مرة هوريها لكم علشان اللي مش عايزة الكتابة الترجمة تشيلها، مضايقاها تشيلها، لكن في ناس محتاجاها. تمام، انا بلاقي تعليقات يعني لدرجة ان واحدة داخلة تقول لي شيلي الكتابة، يعني طريقة التعليق نفسها استفزتني. هو مش امر شيلي كتابة، يعني عيب عيب تتكلمي بالطريقة دي، شيلي الكتابة. لا، مش مفيش حاجة اسمها شيلي الكتابة، اسمها انا استغنى عن الكتابة دي ازاي، اشيلها ازاي. انا مش شايفة يا طنط، مش شايفة الفيديو، مش شايفة الشغل، اشرح لك اقول لك تعملي ايه وتشيلي الكتابة ازاي، لكن ما تكتبليش في التعليق شيلي الكتابة. يعني لا، الطريقة ما عجبتنيش، ومع كده برضو رديت عليها قلت لها شيليها من عندك واعملي كذا 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 كذا.
كده وصلنا لاخر غرزة بقى، اللي هي الغرزة التالتة زي ما اتفقنا. هنا وهنا هتقلبي الشغل بتاعك كده وتشتغلي من بره، الخيط اللي من تحت هتحطي فيه اتنين. وهنطلع بقى نعمل السطور فوق السطر ده. انا هخلص السطور دي وهرجع اقولك احنا عملنا كام سطر وهنقفلها ازاي. استنيني. بصوا يا بنات احنا كده كملناهم، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست صفوف، ست صفوف كلهم رباعي. انا بقى عايزة اعمل حردة من هنا كده في الايه، في الغطا بتاعي، اديله شكل كده وازود كده رونق الموديل. هعمله ازاي؟ تعالوا مع بعض. خيط طويل قوي طبعا، ست انغام. ما اشتغلتش بخيط 10 متر ما بتعرفش تشتغل. اضحكي اضحكي. والله كده بنهدر في الخيط كده، حرام الخيط غالي. لا ماشي انا فتحتك خلاص قلت. بصوا بقى يا بنات عشان نعمل الحردة اللي انا ايه نفسي اعملها دي، انا عندي دول كم غرزة؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر 11 12. انا هقسم ال 12 دول على تلاتة عشان اعمل جزء هنا وجزء الناحية التانية وجزء اللي في النص يبقى فاضي على تلاتة. 12 على تلاتة يبقى فيها كام؟ اربعة. يبقى نشتغل اربع غرز. انا شغالة غرزة اهي، وادي كده اهي الغرزة التانية، طيب انا عايزاهم اربعه مش كده؟ بس انا بعد كده هعمل تنقيس، انا عايزه السطر اللي وراه يكونوا ثلاثه. طب هعمل ايه؟ انا علمتكم طريقه التنقيس والتزويد عندكم في على القناه في كورس تعليم شغل الخرز، فيديو لوحده للتنقيس والتزويد، بس انا هوريكي دلوقتي احنا هنعمل ايه. هدخل في اخر غرزتين في الاثنين الاخرانيين، انا عملت اتنين فاضل لي اتنين، هدخل في الاثنين دول بالخيط من تحت خلاص. وبعد كده اقلبي شغلك كده، والخيط اللي بره ده اللي انت دخلتيه جوه الخرز هتحطي فيه 3 خرزات مره واحده. تمام. وهترجعي فيها كده وتدخلي العقده جوه، ادي اهي اتكونت عندك غرزه. هيبقى فاضل الغرزه اللي في النص اللي انا هطلع عليها سطر جديد، معايا 3 خرزات هحط عليهم خرزه. جو ساقعه تلج، الواحد صوابعه متخشبه. تمام كده هشتغل بقى 3 غرز سطر جديد، هعملهم 3. العبي في الموديل زي ما انت عايزة تطلعي موديل جديد. ادي غرزة ادي التانية ادي الغرزة التانية والاخرانية اهي هدخل فيها والف الشغل بتاعي واشتغل بالخيط اللي من بره وهحط خرزتين. تمام طلعت كده على سطر جديد، هحط 3 خرزات. اللي جنبها هحط 2
بس واربط بقى، انا عايزه اقفل على كده. كده تمام. هعمل الناحية التانية نفس الكلام. ادخلي العقدة جوه. من هنا كده كده مش هشتغل عليها يعني دي، وهتوه الخيط بتاعي تمام، واعمل الناحية التانية بنفس الطريقة الجزء التاني كده، ونرجع نشوف شكل الشنطة عامل ازاي. اهو بنات عملت كمان الناحية التانية، بصوا شكل الشنطة بقى جميل ازاي، تحفة والله. اهو بنات توهت الخيط بتاعي وخلصت المغناطيس هنا، وكمان عملت الناحية التانية. هتنزلي في ثالث سطر برضو في النص هنا بقى، هتعدي 8 وتنزلي في الخرزة اللي بالطول دي اللي في النص، وفي ثالث خرزة هتركبي المغناطيس زي ما ركبناه الناحية التانية. بصوا جمال الشنطة، اللهم بارك، والله شكلها تحفة تحفة. بصوا بقى انا كان جاي لي دي هديه على اوردر. يلا تعالوا نركب ده، انا اول مره هركبه بصراحه، وتقريبا ده هيتدخل كده في الايه في الخرزه، هنحطها كده اهو، دي كده في الخرزه دخلت، التانيه برضو نزليها كده اهو اهو، النافي طلع صح يا اختي. يلا نقفلها بقى من تحت، اتكي عليه كده واقفليه على الغرزة. والله شكله جميل. تقريبا انا دخلت على الصفحة عشان اعرف هو بكام، لان ان شاء الله بامر اللي انا ويا اخد منها بقى كمية حلوة لانه عاجبني. تقريبا مش عارفة لقيته بخمستاشر جنيه ولا كام، 15 تقريبا. بقى ايه في الغرزة اللي قصادها كده برضو نتني ونوقفه كده وكده، تخش جوه الخرزة صح كده، ونقفل بقى. نقفل على الغرزة كده من تحت. اهو جامد اهو ما شاء الله، شكله حلو، عطي شكل حلو للشنطة برضو. بصوا موديل تحفة. ركب بقى اليد، زي ما قلت لكم هعملها سلسلة، هفتح الحلقة كده وادخلها هنا واقفل عليها تاني، الناحية التانية نفس الحكاية. اتكي بقى كده تمام اوي كده، ونركبها في الحلقات. اللهم بارك، تحفة تحفة تحفة. موديل جديد وشكل جديد، ابتكري كده تمام. ايه رأيكم؟ اتمنى الورشة تكون عجبتكم بنات، وتكون سهلة وبسيطة عليكم، وقابلكم ان شاء الله. متنسونيش باللايك طبعا والتعليق الحلو منكم، عشان القناة تكبر بيكم بامر الله. اللي ما اشتركش يا بنات في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.